وأخرج اللالكائي وأبو نعيم عنه رحمه الله تعالى قال: من جلس مع صاحب بدعة ورثه الله العمى. قال الفضيل رحمه الله: من جلس مع صاحب بدعة ورثه الله العمى. وأخرج ابن بطة في الإبانة الكبرى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: أهل البدع لا ينبغي لأحد أن يجالسهم ولا يخالطهم ولا يأنس بهم. توارد كلام أئمة السنة الذين صنفوا في اعتقاد أهل السنة والجماعة على أن من أخص خصائص أهل السنة ومن أعظم أصولهم وأبرز علاماتهم أنهم يبغضون البدع وأهلها، ويقومون على أهل البدعة أعظم قيام وأكبره. ما نعمل كده قال أبو عثمان الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف في بيان علامات أهل السنة، في بيان علامات أهل السنة قال: ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونه ولا يصحبونه ولا يسمعون كلامه ولا يجالسونه ولا يجادلونهم في الدين ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره.